بس انا احب بقى الحقيقه ان انا اوجه تحيه وشكر وتقدير واجلال للكابتن محمود الخطيب، هذا الرجل المحترم المتفاني اللي عاش طول عمره يخدم النادي الاهلي. هذا الرجل اللي انا متاكد ان محمود الخطيب لو كنا لا قدر الله خسرنا ما كانش هيصلح حسام غالي يا حسام على المنصه، كان هو اللي هيطلع في حاله الخساره ياخدها في صدره، انما في حاله المكسب هو يرجع لورا ويقدم الشباب ويفرح بيهم. هو رجل حقيقه يعني ربنا يبارك لنا فيه، ودايما صور ولقطات حلوه ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي. على فكره انا فاكر لك دايما النادي الاهلي غني بابنائه، وانا حضرت بقى الكابتن حسن حمدي، حضرت الكابتن صالح، انا فاكر لك رساله حلوه قوي في 2017 ايام الانتخابات لما عملت رساله شخصيه منك وقت الانتخابات. أيوة. قلت لو العمده صلاح السعداني نزل انتخابات طبعاً قدام الكابتن محمود الخطيب انا هدي صوتي للكابتن محمود الخطيب. هو نفسه هيدي صوته للكابتن الخطيب. فانا ببارك له هو بشكل شخصي الحقيقه، لان هو برضه وقت يعني السنه اللي فاتت كان في وقت صعب في بعد ما موسيماني مشي وكده، واجهنا فتره صعبه، كان الكابتن الخطيب هو لوحده اللي بيحاسب على كل المشاريع، فعشان كده لازم في الاوقات دي لازم اقول ان الكابتن محمود الخطيب يعني هو رمز وقائد حقيقي للقلعه الحمراء، ويا رب دايما في تقدم وازدهار يا رب.